ميديكال سيت اوفر سايز يعني كبار يكونوا اوفر سايز. اهبل شيء؟ لا اهبل شيء؟ لا يا عمو انا بس لحظه يا عمو لحظه يا عمو الله الله خليك. طب لحظه يا عمو عفوا لا تاخذنا انا شو عفوا حتخلعنا الباب من محله حبيبي لا تاخذنا ولا تاخذنا يا حبيب قلبي جاي تشتري هيك بفوتو رواق يا زلمه شو بك كان انخلع الباب خير شو بساعدك عمو بدي اخذ سبدرين وجاكيت مشان تقس برد شكرا معلوم شو الطلب شو اللون اللي بدك اياه نعم شو اللون اللي بدك اياه بدي لون بنفسجي يا رب العالمين عالنهار بنفسجي شو؟ ما انا ما بعرف ماما قالت لي روح على عنده لعمه انا قاعد هون فوقك انا ساكن بالبلوي اليوم قاعد فوقك قاعد بالبنايه هون فوقك اليوم ما من اوله قالت لي روح عند عمه قول له بدك جاكيت بنفسجي بنفسجي شو بنفسجي ما فيش بنفسجي ما فيش غير لي اللون طيب وبدي سبدرين بدي هيدا هيدا شوف هيدا حلو قصة كبيرة هيدا ماشي فرده وين فرده موجود ايه شو بياخدوا فرده وحده يعني لا يا بنفسجي بنفسجي فرده موجود يلا ضيعت لي الطاسه من راسي بطلت لاقي الفرده يعني اصلا هاي الفرده كل قياس اصلا 42 ونص 43 ونص 44 ونص 42 يا 42 يا 43 يا 44 شو هو هي ماما قالت لي قل له بين 42 ونص 43 ونص خيط شو رايك تجيب الماما لعندي بكون احسن هي هيك قالت لي بين 42 ونص 43 ونص 44 ونص هذا اللي قلت خلص ماشي هيدا هو المطلوب هيدا هو 100% هيدا هو باخذ هذا بكرتوني وهذا بلا كرتوني لا حطه بالكرتوني هون ماشي انت انوي شو بدك وما عليك بطلع لك بدي زكاة بنفسجي ما في بنفسجي غير لي هاللون شو اللي اياه هذا اللون وغير لي اياه طيب في لون قريب لالا في شوف لي هيدي هون هاي؟ اه لا لا شوف اللون طيب في بقياسها؟ في بعطيك اكبر قياس اه هلا كنا عم نرتب هيدي شوف لي هاي شوف لي هاي في وضعها بفوت الهواء لجوا عليها؟ هيدي خيي ما بفوت مي بالمرة، ووتر بروف نوعية كتير حلوة شوف ووتر شو هاي؟ ووتر بروف ضد المي هاي؟ عم تلبسها فوق جاكيت كيف بدها تطلع على قياسك هلا بس خسر لي يا ربي يا ربي عمو عمو كيف عم تلبسها؟ كيف عم تلبسها؟ يا الله شو يا عمو؟ انه شو كيف بدي فاتت هلا هي هيك يا عمو بس من هون ما عم بفوت راسي مسكره من هون بدها فتح حبيبي من بدها فتح من هون يا عمو عم تلبسها شو ما عم بفوت براسي بدها فتح من هون هيك خلص تركني انت ما تعمل شيء هيدي هي ما انت لابسها فوق الجاكيت منين بدها فتح وهيدا وين بدها تلبسها بدك كيف بدها تفوت فيك؟ كيف؟ عمو ضيقة هاي هات لهون هات والله العظيم حتجيب لي الجلطة بس ضيقة يا اخي ضيقة ما لابسها فوق 5000 قطعة شو ضيقة لابس جاكيت وكمزة تحتها وبدك تلبسها فوق فسر لي كيف عمو انت ليه عم تعيط علي انت كتير عصبي يا عمو والله لانك طلعت لي خلاقي طلعت لي اياها على الاخر يعني بعد شوي خلص بعد معك 5 دقايق شو بدك عمو بدي هاي بدي هاي ماشي بلاقي عندك كالسات كالسات في كالسات بدي كالسات بستحق لك حمو مشان ما تقوم تزعل مني بدي كالسات اوفر سايز يعني كبار يكونوا اوفر سايز اهبل شيء لا اهبل شيء لا كالسات اوفر سايز في كنزه اوفر سايز اه. في بيجاما فدار اوفر سايز اه. في بنطلون اوفر سايز بس كالسات اوفر سايز ايه كالسات والله ما مرقت علي هاي ليش يا عمو لك عمو ما عادش بدي ماما هي قالت لي قل له لعمو هذا قال لك
روح جيب لي الماما. هي قالت لي خي روح جيب الماما لتشتري يا خيي. تعال بس لا بتدفشني يا خيي. تعال ما هي ما هي قالت لي تبدا لها هاي المحل بدي سكره. طب دق لها ده التليفون. دق لها تليفون. ما بدي روح جيبها من البيت وتعال شوف. دق لها بدي اشوف الماما على هالخلفه. ما هي قالت لي اسمع شوي. ما هي قالت لي هي قالت لي لاقول لك انه هي بتقسط لك يوم. لا تقول لي ولا اقول لك. انت قايل لها اضربك هلا. هي انت قايل لها انه حصلت له يوم لابنك. قسط له كمان شو اني فاتح برادات ولا غسالات يا بيي. لا ما بابا مات من سنه وماما ماما زبونه. لك انا حالحق للبابا خلصني منك. تعال بدنا نشتري ولا بدنا نبيع. اطلع لبرا يا خيي. لك روح حل عنا. طب انا ما غلط معك. خلص روح حل عنا. روح. شو القصة شباب؟ ليه معصب هاد؟ ليه معصب؟ شوف واضحك معنا تحكي من القلب اوعى تزعل منا. بابا بالراس كاميرا خفية يا خي. انت بالراس كاميرا خفية بابا تحكي من القلب اوعى تزعل منا لولا كلت الضر ولك ضلك انت بعنا واحضرنا واسمعنا. ضلك انت بعنا واحضرنا واسمعنا ولك اوعك تزعل منا اوعك لولا كلت الضر. اوعك تزعل منا اوعك لولا كلت الضر. اوعك تزعل منا.